هل تقدر تذبح عدوك اذا حركت هذه الاشياء الضخمه باستخدام المطرقه؟ خلينا نجرب. يلا بسم الله. اوه تدمج 20 فقط. ممكن لو بطريقه ثانيه الدمج راح يكون اكثر. التجربه تقريبا نجحت. راح في البحر. هذه فقط تجربة واحدة من 28 تجربة مجنونة راح نجربها في هذا المقطع. وقبل ما نبدأ انزل تحت واشترك وشكرا مقدما. هل يمديك تقتل اللي ضدك اذا طيرت بالمطرقة وطاح من فوق؟ خلينا نجرب. يلا انا الحين بضرب. هو طار، خلينا نشوف راح يتدمج ولا لا. اوكي ما راح يتدمج. فشلت التجربة. اذا طيرت اللي ضدك بالمطرقة ما راح يتدمج. هل الدباب اسرع من السيارة؟ خلينا نجرب. يلا 1 2 3 ابدأ قدام. اوكي الدباب اسرع، الدباب بدايه شويه بطيء لكن بعدين سبقني. التجربه نجحت، الدباب اسرع من السياره. هل اذا اثنين كانوا راكبين على الدباب يمديهم يسوون سكاي بيس؟ يلا خلينا نجرب. اوكي حلو طلعنا فوق. اوكي ضبط. خلينا نبني ارضيه. اوه خلينا نبني ارضيه. روح روح. اوه طحنا من ورا البناية. التجربة تقريبا نجحت، يمديك تبني اذا كنت على الدباب، يمديكم تطلعون فوق وتسوون سكاي بيس. انا وخويي كل واحد بنركب كرة ثلجية ونتصادم مع بعض، بنشوف هل بتنكسر ولا لا. يلا سوي لك واحدة وادخل فيها مع بعض. يلا جاهز؟ يلا تعال. هل بتنكسر ولا لا؟ اوه حقتي انكسرت. ايش السر؟ عشان انت اعلى جيت بقوه ولا ايش؟ التجربه نجحت، اذا تصادمتوا الكره بتنكسر. هل يمديك تذبح احد بالكره الثلجيه؟ خلينا نجرب. خويي هنا تحت وانا فوق، بركب فيها وبسم الله. تعال انا جاي. اوه 75، يعني يمديك اذا كان دم قليل. التجربه نجحت، يمديك تقتل احد بالكره الثلجيه. هل بتاخذ فول دامج اذا كنت داخل كره ثلجيه؟ خلينا نجرب. يلا بسم الله انا طحت. اوه لا التجربة فشلت، ما يمديك تاخذ فول دامج اذا كنت داخل كرة ثلجية. طيب هل يمدينا نكسر هذا الزبلاين؟ خلينا نجرب. طب لو نضرب كذا؟ لا ما يمدي. طيب لو نكسر الارضية اللي تحت الزبلاين؟ اوكي يمدي، اذا كسرت الارضية اللي تحته راح ينكسر. التجربة نجحت، يمديك تكسر الزبلاين. طيب هل يمديني ارقص اذا حولت على المقعد الخلفي في الدباب؟ خلينا نجرب. اوكي يمدي، التجربة نجحت. كلنا نعرف ان يمديك تركب على هذه الحجرة وتطيرك. طيب هل يمدينا نركب على الدباب وتطيرنا الحجرة؟ خلينا نجرب. انا الحين بضربها كم ضربة بعدين بركب على الدباب. اوه ما يمدي، التجربة فشلت، الحجرة ما راح تطيرك اذا كنت راكب على الدباب. طيب هل يمديني اهلث وانا جالس اتزحلق؟ خلينا نجرب. يلا اوكي يمدينا هذا. طيب دايم يمديك تهلث وتمشي لكن درع الخمسين؟ خلينا نجرب. اوكي بالراحة يمديك تتزحلق في نفس الوقت تهلث، واكيد طبعا يمديك ترقص. التجربة نجحت. هل لو ارمي هذه القنابل راح تمسك في هذا الهواء؟ خلينا نجرب. او لا حرفيا كذا تحركت شوية بس طاحت في الارض. اذكر زمان في ايام السيزون التاسع يوم كان في زي هذا الهواء، القنابل كانت تمشي مع الهواء لكن التجربة فشلت. طيب هل يمديك تأكل الحيوان في فورتنايت؟ خلينا نجرب. الحين هذا الحيوان روضته، بارمي عنده اكل، خلينا نشوف ياكل ولا لا. اوكي مو راضي ياكل، نحاول مرة ثانية. كل جالس يشرد من الاكل. التجربة فشلت، ما يمديك تأكل الحيوان في فورتنايت. هل يمديك تاخذ هذه الجيلي فيش وانت على الدباب؟ خلينا نجرب. ضيعتها. بسم الله يلا. ضيعت مرة ثانية. تعالي. اوكي يمديك تاخذ وانت على الدباب، التجربة نجحت. هل اذا جلست وطولت وانا جالس برا الزون راح يجيني ستورم سكنس؟ خلينا نجرب. لحد الان ما جاء، جالس انتظر واتمشى لين يجيني ستورم سكنس، او ممكن ما يجيني، خلينا نشوف. معاي هيلثات كثيرة راح استخدمها كلها لين ما يجيني ستورم سكنس. اوكي جاني ستورم سكنس، حرفيا ممكن جلست انتظر 6 دقائق على بال ما يجي ستورم سكنس. هذا طبعا اللي ما يعرفه، اذا طولت وانت جالس برا الزون راح يجيك، وبالعربي يقول لك يعني روح للزون، طولت وانت خارج الزون، واذا ما رحت طبعا راح يدمشك ويذبحك. الحين جالس يقول لي اخرج من العاصفه عشان تتفادى ستورم سكنس. التجربه نجحت، اذا طولت وانت برا الزون راح يجيك الستورم سكنس. هل يمديني ادخل هذه الريفت؟ لا ما يمدي ندخلها، التجربة فشلت. فيه اسطورة تقول ان بعد 3 ثواني 1 2 3 الكل بيستخدم كود CRC في الايتم شوب.
هذه التجربة أنتوا تحددون إذا بتفشل أو تنجح. بعد ما ينزل المقطع راح أشوف عدد مستخدمين الكود. طيب هل يمديني أركب على هذا الدباب وأنا شايل هذه الدجاجة؟ خلينا نجرب. جالس أضغط كل الأزرار ما يمديني أركب. التجربة فشلت، ما يمديك تركب على الدباب وأنت شايل دجاجة. طيب هل تقدر تذبح عدوك إذا حركت هذه الحجرة عليه؟ خلينا نجرب. بجرب يلا بسم الله. راح أضربها أضربها لين تصير قوية وراح أوجهها على عدوي. يلا بسم الله. اوه يمديك تذبحه. التجربة نجحت. هل كرات الثلج راح توقف الفول دامج؟ خلينا نجرب. بسم الله يلا. اوكي وقفت الفول دامج. التجربة نجحت. هل المطرقة تدمج الاشخاص اذا كانوا داخل السيارة؟ خلينا نجرب. بسم الله. اوكي تدمج الاشخاص اذا كانوا داخل السيارة. التجربة نجحت. خلينا نشوف كم راح يتدمج اذا ضربت عدوي من قريب. 75. اوكي طيب لو انزل على عدوي من فوق وانا جالس اضرب هل بيصير الدمج اعلى؟ خلينا نجرب. اوه ماي جاد يلا. اوه كم؟ 75. لا الدمج ما راح يصير اعلى. التجربة فشلت. هل المطرقة بتحميك اذا طحت من فوق؟ خلينا نجرب. اوه ماي جاد انا طحت من فوق الحين. اوكي هالمطرقة راح تحميك اذا طحت من فوق. التجربة نجحت. الان الباص موجود هنا، بنشوف هل يمدينا نشوف سائق الباص؟ خلينا نشوف. اوكي ما يمديك تشوف سائق الباص. التجربة فشلت. هل لو ادحرج كرة ثلج صغيرة بتكبر مع النزول؟ خلينا نشوف. يلا بحاول ادفها. خلينا نشوف. قاعدة تكبر. يب قاعدة تكبر. يمكن مو واضح بس انها قاعدة تكبر. ها شوفوا كبرت. جالسة تكبر ها. حرفيا صارت ضخمة. التجربة نجحت. اذا نزلت كرة ثلج من فوق راح تكبر مع النزول. هل يمديني اهلث باستخدام الكامفاير وانا راكب على الدباب؟ خلينا نشوف. اوكي اوكي جالس اهلث. نعم جالس اهلث. التجربة نجحت. تأثير الكامفاير راح يجيك حتى لو انت على الدباب. هل يمديني اغير مكان الصندوق او اطيره باستخدام المطرقة؟ خلينا نجرب. بحاول اضرب شوية من بعيد. يلا بسم الله. لا حرفيا ما يطير ولا يتغير مكانه. القارب تغير والصندوق تكسر. طيب خلينا نجرب على هذا الصندوق. يلا بسم الله. لا حرفيا التجربة فشلت. هل اذا طيرت هذه السمكة باستخدام المطرقة راح تاخذ فول دامج؟ خلينا نشوف. يلا انا اسف يا السمكة. لا انا المفروض مو كذا. انا اسف يا السمكة انت انسانة طيبة بس معليش. يلا انا بشوف. طيب وين راحت؟ اوكي هنا. لان الحين عايشه يخرب بيتها، ما اتوقع تاخذ فول دامج اذا طيرتها باستخدام المطرقه. التجربه فشلت. هل يمديني استخدم المطرقه اذا كنت في مياه عميقه؟ خلينا نجرب. الحين انا جالس اضغط. اوكي يمديني. انا ممكن عشان نقصت بجرب بس بدون ما انقز. اوكي انا الحين جالس اضغط الزر ما يمديني. اذا كنت في مويه لازم تنقز بعدين تضغط الزر وراح يمشيك عادي. في حاجة مهمة قبل ما انهي المقطع، احتمال قريب ابدا بث في التويتش وممكن فيس كام. اتمنى الكل ينزل تحت ويدخل اول رابط في الوصف ويتابعني في التويتش. هنا خلصت المتعة، كان معكم باسل سيارسي، لا تنسون اللايك والاشتراك، سلام.